مرحبا بكم من جديد. هذه الساعة الثانية من وجهة صباح، يتعدى الوقت يجري معكم خفيف على الآخر. موزيكتنا كيف كيف تونسكم زادة وين ما كنتوا تسمعوا فينا، مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي تحقت بينا في الاستماع. كالعادة وقيت هذية في كل مرة نحاولوا نتبعوا الجرية إما بتليفون واتصال نجيبوا لكم فيها شنية الحكاية بالضبط وشنو اللي قاعد يتم تداوله، وإلا كيف كيف كل مرة اللي منكم أخبار وتصاور قاعدة تدور على لي ريزو سوسيو. اليوم شنعملوا دورة نتنشى على أهم مدار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تصاور مثيرة للجدل على إدارة برشا وبرتجوها برشا توينسا وعلقوا عليها. تتسويت في تبع الجرة. تبع الجرة أي سحرورة حاضرة. تبع الجرة نموت عليها. تبع الجرة عنا أخبار كالعادة متنوشة. خلنا نبدأو ساعة بالدعوة انفيتاسيون دارة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. أما هي كانت دعوة بطبيعة العرس، لكنها دعوة سبيسيال حقيقة. العرس فيه شروط. أول حاجة ساعة العرس هذي نصنف حفلة للرجال وحفلة للنساء. وثم بطبيعة شروط مش تجي، مش هكاك راه تلبس دبشك وتجي العرس. عندك شروط لازمك تقوم بها ولازمك تحترمها بليتو. ما كانش يا بارامون توصل الباب يرجعوك بالتويل. أول حاجة القاعة قال لك لا تقبل الأطفال والرضع، نرجو التفاهم. باهي مقبول. باهي عندك برنامج متاع الحفلة متاع النساء. ماضي ساعة ونص ثم زاشن تلقايلة تلقايلة مقبلات، هذا وقت الفطور ما ساعتين بداية التصديرة مع الأربعة ونص القهوة، السبعة ونص العشاء حسين. وذي هذي يحبوا التوين سارة وذي تفطر تغدى تتعشى سهرة. ثمانية ونص حتىش الماضي ساعة السهرة متاع نساء، وكاتبين معناها كن أنيقات. لازمهم يكونوا أنيقات كمان. نرجع للبرنامج الحفلة متاع الرجال الستة ونص، ما نعرفش علاش الحفلة متاع نساء تبدا ماضي ساعة ونص. خاطر نساء يلوموا على الماكلة الرجالة. اي باهي المرأة كي باش تجي هي ماضي ساعة ونص، شكون يشوف رجلها؟ تفطر رجلها وتمشي العرس. باهي نبداو مع الرجال ثمانية ونص. عندهم هذيك قاعدة هكا خفيفة. سبعة ونص عندهم العشاء. ثمانية ونص عندهم سهرة. للرجال قالوا لهم زاد الرجال الرجاء ارتداء لباس كلاسيكي والا كوستيو، معناها السبور لا تخمموش تجيب سبادي. نرجع نشوف ثم ملاحظات كاتبينها في اخر الدعوه. الرجاء عدم اصطحاب شخص اخر غير مدعو، معناها انت بحالك اختك تحب تجيب ماماك العرس ممنوع. والالتزام بقائمه عدد المدعوين لانه عدد الضيوف محدود. شرط اخر الرجاء الالتزام بتوقيت الوجبات، فوت الوقت راه صايع لي، خاطر القاعه تقدم الماكولات لكل الحضور في نفس الوقت. للرجال ممنوع، هاي قائمه الممنوعات. الكلاكات ما تجيش، شلاكه مضمون ملا واحد باش العرس بشلاكه. الجلابه، الجلابه اللي هي المريول معناها لازم كوستيوم والا حاجه شوميز معناها. الشورت ممنوع زاد تجيبيه. ممنوع ممنوع الاطفال منعا باتا، صغار والا كبار ما تجيبهمش معاك. حضوركم في الاخر يقول لك يشرفنا ويسعدنا كثيرا لان فرحتنا لن تكتمل دونكم، نحن في انتظاركم. قسما بالله لا يمشي حد بالشروط وما تعرفش نيا كفو كعبه حلو عاملها، معناها وفروا لهم الماكله والشرب اما ذلهم بار كونتر لازمهم يلبسوا اللبسه. يعطيو شروط شي يمشي العرس. ما إيش قلت توازيدا كمهم، والله الشرط ذي بشي يجي واحد يمشي شلك في شليكة العرس ذا مش معقولة كمهم صحر ولا تمشي بلبسة مهنت. لا يحبوا حاجة مزيانة لبسة مزيانة والاحترام تاع الماك. باهي زادا كيف كيف زاد تمشي بعد وقت الفطور وإلا وقت العشاء ومن بعد تبدا تلوم تقول ما وكلونيش ولا ما عشونيش، امشي في الوقت اعطوهم الوقت. والله منظم منظمين مش منظمين اش قولك؟ مع الآخر انت تمشي ولا تمشيش؟ احمد انت تمشي ولا ما تمشيش؟ انا الحاجه الوحيده اللي موافق فيها لحكايه الصغار هذه، ما نحبش ما نحبش الزغزغ في العروسات. يعطلوا هما ديجا يبداو ساعه ويرقدوا. ما عادش فما بايات، اما كانوا يلموا البايات قبل، يبداو يديروا يلموا في اللي باي ويلموا في النوار المطيش ينظفوا ورا العرس. حبيب عرس كيما ذي تمشي له ولا ما تمشي لهش؟ حتى المخرج نتاعنا ما يمشيش. مين احنا؟ يمشيوش. ما نحبوش النظام. بالحق والله ما يحبوش النظام. مش ما يحبوش الاحترام. ما تجيش بك الحاجه وما تجيش بك الحاجه وما تجيش بك الحاجه وما تجيش.
انا كونتر جوست هكا هو كل حفله للنساء وحفله للرجال هذه مانيش قابلتها برشا فماش علاش معناها اما بالبقيه الكل ثم حاجات معناها هكا حبوا يعملوا نقولوا احنا ستيل خاص العبد كلها كابوزي والا ساعات حتى تمشي راهو حفلات مثلا حفلات كبار يعملوها معنا مؤسسات ولا حاجه ساعات يكتبوا يعملوا لك انا نذكر مره حضرنا في ايفينمون بالحق في الانفيتاسيون كاتبين الناس الكل بوزي حابين وقتها العباد الكل تجي كسوا نساء والا رجال ايوا راهو ذاك اللي سمره وحابين بوزي وحابين معناها اللبسه تكون واخ باش تكون يكون أيه كيكه محلاها هو احنا زاد اجا نقول لك عندنا راهو التوانسه ما نحترموش العرس من حتى صدقني يبدا الراجل ماشي هو مرته للعرس تبدا هي من المصيعه نتاع القايله في الحجامه وهو يبدا شلاكه بصباعه مغبره وكاسكيت ومشورط ومريول عرش ويدخل الصاله ويقعد وياكل ويشرب ويروح اخر الصاليه والا العكس زاده باش نظلموش والا تلقى زاده المراه تخرج من الكوجينه تبدا حالها حليله والله الاكثريه تلقاها في الاكثريه تلقاها في الرجال. تو يتغشى علينا المستمعين. وي فما رجال حطايطيه فما رجال لا، هاكا اللي يسمع فيه هو حطايطي يكون فخور بنفسك راك حطايطي، واللي ماهوش حطايطي يا خويا ما جربتها بصفريتك. نمشيو للتصويره دارت زاده كيف كيف برشا على لي ريزو سوسيو، تصويره نتاع طاوله نعرفوا احنا في كيفاش تقدم انت مثلا الدكتوراه ولا الميموار نتاعك ولا الماستر بطبيعه في المؤسسه نتاعك التربويه وتجيب الجو وتجيب الحلويات وتجيب كل شيء للاساتذه نتاعك والعباد الحاضرين البلاصه تم استخدامها في مؤسسه تربويه لكن خلينا نقول مؤسسه جامعيه والماكله ملوحه على الطاوله وفي البلاصه الكل كاتبين مبروك عليك الماستر وعقبال الدكتوراه اما المره الجايه اعرضهم في داركم والا جيب عائلتك تنظف المكان رساله من عاملات النظافه التصويره تلقاوها ديجا على الفيديو في اللايف صحيح انا بيدي هذه لاحظتها في اكثر من مره وشفت حتى وقتها في الميموار نتاعي وشفت حتى مع بعض الاصدقاء صراحه عيب كمان معناها نعرفوا نمشي وهي فرحه وباش تجيب الحلويات اما بعدها نظفوا راسكم هم ما تخليش الدنيا لا والله بخلاف حاجه اخرى انا راهو اجا نقول لك العبد ماهوش اوبليجي اما بوركوا با حتى كان تمشي للريستورون باهي حتى لو كانت تمشي ريستورون حاول لو ماكسيموم هكا الدرج اللي زدته زايد وانت تحكي بعد ما كليت ما قلتلكش قوم نظف الطاوله اما راهم تعبين اللي سربيو فيك في الريستورون راهم تعبين من الصباح لليل حتى كون انت حتى علاقتك بينك وبين ربي محلك انك تعاونهم ما غير ما حاول حط لصحنا كل فوق بعضهم لم لي بابي والفراشه والسكيكه حطهم كل فوق بعضهم ما تملغش الطاوله صحيح تسهل عليه هو الحكايه وكان صغيرك هز وطيش حاجه في القاعه ما نساش هزها ورجعها انت فوق الطاوله خاطر يطبس لطاولتك ويطبس لطاولتك طولت غيرك وطولت غيرك وطولت غيرك ظهروا مشي معناها في نفس النهار صحيح شويه وعي وكهو نمشيو ولا واحد مضمون بطبيعه دار زاد كيف كيف ويا مظهر لي مش اول مره راه حكيت المضامين هذوما يخرجوا بالغلط هو المضمون به الولايه المنستير الدائره البلديه بنبله المناره اسم به ما نش نقولوا اسم المتوفي هي الاسم نتاع امراه بالاسم ولقب والجنس نتاع المتوفي ذكر هو الاسم نتاع المراه هي امراه والجنس ذكر والوضعيه العائليه للمتوفي ارمل من الحاج كذا 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 معناها المراه انثى الجنس نتاعها ذكر يرجعوا مره اخرى يحطوها المتوفي ارمل راجل ذكر معناها دونك تخلوا فهمتها فوالا معناها المضمون لا تفهم عايش لحي لا راجل انثى لا لا حاول تفهم عرفت مساله حسابيه انا في صديقي نهار صديقي مع انا اونتر بارونتيز تحيه للي اسمه مسامر الكل اما انا ما نحبوش الاسم عليه انا ما نحبوش خاطر كي معناه كي مش نحكي لك قصه تحياتي يا فتحيه كانوا شي يسميوني سمر قبل اما على ما انا امي شويه لميتت في جرتي خالتي قالت للانفيرمير سميها سمر سحر بصل اللي تحب يا اخي الاخرى اختارت لي سحر دونك سمر انا ما نحبوش به من الاول في صديق سمر حماد هو في صديق الناس كل تسمع بك الميكرو يا لعنت الشيطان قلت عرسك يا سحر صلي على النبي من بعد رتربى روح واحد وقال سحر حماد معناها عمره ما تعدى قدامه اسم سحر حامد تعيط يا بابا يا امي حامد حماد فيديو كامل غلط اسمي فيه ينجم يكون الفيونساي نتاعي الفيديوهات نتاعها الفيديوهات نتاع الفيونساي نتاعي في خبز الجاتو سمر وفي الفيديو نتاع الخطبه
في الفيديو مكتوبة سمر وأشرف، في العرس في فيديو العرس سمر وأشرف مستهدفة سحر ما عجبهمش يطلع في الاخر، تطلعش في الاخر ماكش معارف لا نطلعش ماني سحر أصلا. نمشيو للتصويرة الأخرانية، التصويرة الأخرانية الحق جينا من بعيد تسويت ما نطولوا حبيب. تصويرة محطة متاع الكيران ظهر المحطة الصفراء نلقاوها برامو في تونس الأكثرية بطبيعة يتم استغلالها من قبل معناها البلاصة اللي يوم خاسيب يقعدوا فيها حاطين فيها طويول وشيشة وبرامو بجنبها قهوة وقاعدين فيها وماليين المحطة متاعهم، وهذايا ماهيش أول مرة تصير الاستغلال متاع القهاوي كسوة للتروتوار ما حاش تلقى بلاصة للتروتوار. وتوا هنا وصلنا المحطة سايماجين أنت معناها محطة مخاسيب يقعد عليها المواطن باش يتخبى على الشمس، قاعدين عاملين كراسي وشيشة وقهاوي والكل قاعدين تحتها قبل يسترزقوا منها المحطة هذيك يشوفوا السبول فيها والله نشل السبول وكي تقولوا بالله وريت شكون تبيع سبول يقول لك هكا في المحطة الفلانية برا الغادي المحطة تطلق والتروتوار انت ساعات ما تلقاش منين تتعدى باش تاخذ الكياس مش ساعات ديما تبدا هكا تجنب باش تخاطر كي تاخذ الكياس يزمروا عليك الكرهب يقول لك فماش تروتوار تطلع عليه ويسكروا ثنيه والا يجي لك بالكهرباء يطلع فوق التروتوار يحط كهربته فوق التروتوار. دونك هذه الممارسات اللي خاصه هو في وقايه الصيف تكثر اكثر مع الازدحام المروري بطبيعه، اما هذه الخدمه كلها نتاع البلديه هي لازمها تقوم بالخدمه نتاعها وتراقب المخالفات هذوما. كانت هذه اخبار تبع الجرائد تبع الجرائد. الموسيقى راجعين بعد شوية، استنوا سحورة باش تعطيكم فكرة جديدة ترويلكم بها.